ما شاء الله تبارك الرحمن. كارفان امريكي كوتشمان ابيكس 208 PHS، صناعة شهر 8 2019، موديل 2020. توسعة على اليسار، عليها طاولة الطعام. تعبية الماي على اليسار جاذبية، وعندك مخزن قدام تحت السرير، باب يمين وباب يسار كبير وراهي. 4 جيكات مانيوال بكل زاوية من الكرفان. بطارية الإضافية وطاقة شمسية، محول الغاز الكويتي. جام أمامية فوق السرير، وتخيل المنظر وانت قاعد داخل. وليتي لي دي كرفان فيبر غلاس، شيء نظيف ومرتب. شاور خارجي، تصريف الصرف الصحي، 4 تواير وبحالة جدا ممتازة. وسلة بالخلف وعليه الرقم مسجل مرور، ما عليك إلا أنك تحوله بالمرور. السبير مطبخ خارجي، عليه الشواية والثلاجة ومخرج كهرباء. سخان الماي، ليتات كشافات خارجية، سماعات خارجية، وبيبان المخازن تثبت مغناطيس. ب3 عتبات تدخل كرفان تبارك الرحمن. على اليمين السرير بتحول إلى غنفة، وتقدر تحوله سرير بأي وقت تبي. يوم ما تبتقعد وتستمتع بالمكان عليك أنك تخليه غنفة، وإذا جيت بترتاح وتنام تحوله إلى سرير. وحدة تكييف إضافية إنفرتر جري، والتوسعة عليها طاولة الطعام التحول إلى سرير، وهذه الليتات LED، والتكييف الأساسي، وهذه الألوان الجميلة، وهني المطبخ والمغسلة وحوضين، وعندك بلاك 220 مايكروويف وتشولة، ثلاجة كبيرة على الغاز والكهرباء، سريرين فوق بعض بالخلف لشخصين كبار أو 4 أشخاص أطفال، ومخزن تحت السرير. راكب عليه محول الكهرباء. الكرفان جاهز من جميع النواحي. دورة المياه بالخلف، البربيش راكب وجاهز، وفي عندك شفاط ومنور، وهذه المغسلة. كرفان موديل 2020، كرفان نظيف ومرتب، أرضية جميلة، خشب حلو، كل شيء سليم، ما في ملاحظات. ونهاية اليوم ويا وقت النوم عليك أنك تحول السرير من غنفة إلى سرير بطريقة هذه، وهذا الاسفنج بالطريقة هذه. ما طولت 3 ثواني. فكرة حلوة، نظيفة، شغل مرتب وعملية. يوم ما تبي سرير تقدر تستخدمه، ويوم ما تبي قاعدة وغنفة هم تقدر. باختصار كرفان أمريكي كوتشمان 2020، صناعة 2019. الكرفان نظيف بحالة الوكالة، ما عليك إلا أنك تتوكل على الله، والله يكتب فيه الخير لصاحبه واللي بياخذه.